مدينة كركوك بجهود ومساعي الدكتور نجم الدين كريم من أجل خدمة أبناء المحافظة دون تمييز من خلال عمل إدارته الدؤوب وتنفيذ المشاريع الخدمية في عموم مناطق ومدن كركوك. وأعرب المواطنون عن دعمهم المطلق لقائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك بالرقم 266 والتي يترأسها الدكتور نجم الدين كريم، مؤكدين أن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني هي الضامن الأكبر لتطلعات واحتياجات المواطنين ورفع الغبن الذي لحق بهم طوال العقود الماضية. زار وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني حي رابارين الثانية في كركوك، واستمع الوفد الزائر إلى ملاحظات المواطنين والاطلاع عن كثب على واقع المنطقة الخدمي والعمراني والذي شهد تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية خلال السنوات الثلاثة الماضية. انتخب المحافظ كلنا ويستر علينا والمحافظ. أشكر السيدة المحافظة قدم لنا التبليط والبنايات وراح شغلة نظامية. أشكر المحافظ كركوك وسلام إلى خاص إلى على التبليط وصل الخدمات للبيت إن شاء الله. المواطنون من مختلف القوميات في حي رابارين الثانية ثمنوا الجهود المبذولة من قبل الدكتور نجم الدين كريم رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني بالرقم 266 لعمله الدؤوب في خدمة كركوك وأهلها دون تمييز بعد تسلمه منصبه محافظا لكركوك قبل 3 سنوات، وجددوا العهد بالتصويت القائمة 266 داعين الباري عز وجل أن يمن بالعودة الميمونة لفخامة الرئيس مان جلال. أشكر المحافظ بهذه الخدمات، وإحنا بالنسبة لي أنا من عرب كركوك، صار لي 30 سنة ساكن في هذه المنطقة، وهذه المنطقة كانت جبال وليس شوارع، وإحنا نشكر جهود الأستاذ نجم الدين بهذه الخدمات ودائما يتابع المشاريع، ونشكر جميع العاملين في هذه، ونشكر الاتحاد الوطني الكردستاني وعلى رأسهم الأستاذ جلال الطلباني، والله إن شاء الله يرجع لنا بسلامة. شوخ ممنون أبو محافظ شارج محافظ النان. شوخ ممنون غوزنان شبخ. نشكر الدكتور نجم الدين كريم لما قدمه من عمل دؤوب وخدمة أهالي كركوك دون تمييز نصاد القائمة 266. قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني بالرقم 266 تحظى بشعبية واسعة في كركوك بسبب تواصل كوادر الاتحاد الوطني الكردستاني مع كافة مكونات كركوك في السراء والضراء وعملهم الدؤوب لخدمة كركوك وأهلها دون تمييز. يشار خالد، فضائية كركوك. كما وأشاد مواطنو ومسؤولون حياة تازة بالجهود المبذولة من قبل الدكتور نجم الدين كريم محافظ كركوك